اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد. سبحان الله العظيم، راحة راحة عجيبة وأن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخوي، ذكر اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام، مجرد بس تسمع اسم الحبيب عليه الصلاة والسلام محمد تشتاق، تشتاق رؤيته عليه الصلاة والسلام. أفكر تارة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعيشون يعني في زمانهم، ويعني تقلبون في بيوتهم والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم، شعور مختلف. يا الله، سبحان الله العظيم، تصور كذا الرسول عليه السلام يعيش بينهم. في صحابي جليل وصف هذا الشيء يعني بحديث، سبحان الله العظيم، تجي تعيده مرة ومرتين تتعجب. لعلي أذكر طرف الحديث، اللهم صل على نبينا محمد، لا إله إلا الله، إن شاء الله إن شاء الله أن يأتي لنا الحديث. وجدنا الحديث، الحمد لله. الحديث يرويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: جاء رجل إلى النبي، هذا اللي أنا أردت أني يعني أشير إليه فيما يتعلق، تفكر كذا في حال الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم. أنت متصور كذا يعني أفضل الخلق، أحب الناس للرحمن سبحانه وتعالى، الذي هو أفضل الأنبياء. لما تجي تصور موسى عليه السلام، الله عز وجل يقول له: واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام محمد أفضل من موسى، يعني يعيش بينهم. يا أخي، يعني حتى مجرد بس أنك تفكر بشعورهم، يعني يراودك شيء من مشاعر الاشتياق والرغبة القوية جدا في لقيا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول، تقول يعني أم المؤمنين عائشة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي. الله أكبر، الله أكبر، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، انتظر هكذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية، الآية في سورة النساء، وهي قول تعالى: اللهم صل على نبينا محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، اللي هي: لا إله إلا الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. لا إله إلا الله، يعني هذه بشرى، أنها يعني من أطاع الرسول عليه السلام أطاع الله عز وجل، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يعني مضى على سنة الرسول عليه السلام أنه سيراه في الجنة. وذلك بشر النبي عليه السلام هذا الصحابي. لاحظ الصحابي الآن كيف شايل هم أنه ما يرى الرسول عليه السلام بعد الموت. يا الله، تخيل يعني الآن الصحابي يتكلم عن حاله، يقول: إنك يا رسول الله أحب إلي من نفسي، يعني أكثر حتى من نفسي. يعني الواحد أما أدري كيف أصف أحيانا بعض الأشياء ما تعرف كيف تصفها،
أنت متصور محبة الصحابة للرسول عليه السلام أكثر من أنفسهم، وهكذا ينبغي أن يكون مؤمن يحب الرسول عليه السلام، لا يكمل إيمانه حتى تكون محبة الرسول في قلبه أحب حتى من نفسه. ترى هذا شيء يعني تجي تقول له واحد غير مؤمن ما يقدر يستوعبه، لأنها في شيء يعني تجاه الرسول عليه السلام أحيانا ما تعرف كيف تصفه، من المحبة، من الشوق، من يعني التقدير، من يعني شيء في قلوب المؤمنين تجاه الرسول عليه السلام ما يستطيع أحد يعني ربما يصفه بالوصف الدقيق. لكن هذا الحديث أجده يعني أفضل ما وجدت يعني في من أفضل ما وجدت في وصف محبة المؤمنين، محبة الصحابة تحديدا للحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل كذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والله إنه لسان حالنا كلنا تجاه الرسول، إنك لأحب إلي من نفسي. تخيل الآن أنت اللي تقول هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة يعني هناك من سيرد هناك من يعني سيرد على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وهناك من سيمنع لأنه لم يتبع السنة. أما من مضى على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه سيرد على النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، إني فرضكم على الحوض. الله أكبر. الرسول السلام على الحوض، هذا الحوض أبيض من اللبن وألذ من العسل، وترى الرسول السلام على هذا الحوض، إنا أعطيناك الكوثر. هذا الحوض عندما تأتي تشرب منه لا تظمأ بعد ذلك أبدا. تخيل إن هذا الحوض خلاص هو يعني مقدمة دخولك الجنة. يا الله يا رب يا رب يا الله يا الله الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد. يا رسول الله، يا تخيل حالي وحالك ونحن نقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام ونراه أمامنا يوم القيامة ونقول له تلك الكلمات: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من نفسي. يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من ولدي. يعني المشاعر في مثل هذا الموقف لا تعرف كيف يعني تعبر ما في داخلك تجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، الذي يعني ضحى بكل شيء من أجلك، من أجل أن يصل لك هذا القرآن الذي أنت تقرأ في كل يوم، من أجل أن تخرج من ظلمات الجهل والشركيات والبدع والانحرافات إلى نور العلم والبصيرة والتوحيد والهدى. كل ذلك ما كان سيكون لنا إلا بالله أولا وأخيرا، ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الحبيب المصطفى الذي أخرج من بلده من أجلك أنت ليبلغ هذا الدين، الذي أوذي من أجل تبليغ هذا الدين، الذي صبر من أجل تبليغ هذا الدين، الذي ضحى، الذي قدم كل شيء من أجل تبليغك هذا الدين، من أجل أن يصل لك هذا الكتاب، هذا القرآن الذي بين يديك. هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: كل نبي له دعوة مجابة، دعوة مجابة. تكرم الله عز وجل له بها سبحانه وتعالى، يقول: إلا أنا. كل نبي
له دعوة مجابة دعا بها، إلا أنا ادخرت دعوتي لأمتي. الله أكبر، يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم البعث والنشور تقترب الشمس من الخلائق، وكل يحبس في عرقه، حر شديد جدا. هناك من يغطي العرق إلى ركبتيه، هناك من يغطي العرق إلى نصفه، تخيل نصفه عرق، هناك من يغطيه العرق كاملا، يلجمه كاملا. في ذاك الحين أنا يعني أرجوكم أنكم تأملون هذا الحديث. ذاك اليوم العظيم، الآن الناس مبعوثين سكارى وما هم بسكارى، كل شيء تغير من أمامهم، يرون أهوال عظيمة جدا تفزع القلوب، الولدان الصغار جدا من هول هذا المنظر يصبحون شيبة يشيبون، منظر مفزع جدا. فالناس الآن في ذلك الموقف ينتظرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرون الله عز وجل لأجل أن يحاسبهم، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد أخر حسابهم فيطول بهم الانتظار في أرض المحشر، فيبلغ بهم يعني من الغم والكرب ما لا يطيقون خلاص، فيقولون من يشفع لنا إلى ربنا، من يشفع لنا إلى ربنا. يقول يصيرون يوم القيامة جثة، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان، كل أمة تروح الآن، الخلق يذهبون إلى الأنبياء، يا فلان يا فلان يا فلان. يا الله يا الله، أنا سأقرأ عليكم حديث الشفاعة وأرجو منكم أنكم تتأملون هذا الحديث ونختم به. طيب، اللهم صل على محمد. اسمعوا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع أو فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه، ثم قال انتبه، أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين. تخيل المنظر، الآن لو يجتمعون الخلق يا أخي، الآن اللي عايشين الآن في هذه الدنيا لو يجتمعون في صعيد واحد قمت مفزوعا من هولهم عددهم. لا تخيل، ليس الآن اللي يعيشون، اللي يعيشون الآن واللي عاشوا قبل 100 سنة واللي عاشوا قبل 200 سنة واللي عاشوا قبل 1000 سنة واللي عاشوا قبل 1,000,000 سنة. يا الله يا الله يا رب رحمتك، من هول المنظر كأنهم جراد منتشر. يا واو، يا ربي رحمتك، يا رب يا ربي رحمتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني البصر ما يشوف حتى آخرهم، ما يراهم، وتدنو الشمس، الشمس تقترب جدا. الآن إن الشمس بيننا وبينها سنوات ضوئية، ويصلنا حرها، بل يصلنا شديد حرها ولا نستطيع أن نتحمله. واحد منا في أيام الصيف الحار جدا يخرج الظهر، درجة حرارة تصل أحيانا في غير الظل تتجاوز 55 و60 في غير الظل،
ما يستطيع يجلس، لو جلس يعني 3 ساعات 4 ساعات في هذه الشمس الحارقة تضرر ضرر كبير جدا الآن، وسبح من العرق الآن، وهذا وفي بيننا وبينها سنوات ضوئية، نتحدث عن سنوات ضوئية، شيء يعني فوق الماس يعني، شيء يعني كبير كبير جدا، سنوات ضوئية. طيب لا تقترب يوم القيامة، يا رب رحمتك يا رب رحمتك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصف هذا المنظر يعني الناس وش يحصل بهم مع هذا الحال، يقول فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، الناس تكلمون ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، يشفع يعني شفاعة الحساب حتى يحاسبنا الله عز وجل، لأن كثير من الناس أعرض عن الله، ابتعد عن الله عز وجل، فيريدوا الآن من يشفع لهم عند الله لينجون مما هم فيه. قال فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. طبعا هذه 3 كذبات اللي كذبها إبراهيم عليه السلام هي من الكذب الجائز المباح لأجل المصلحة، لأجل المصلحة، لكن ذكرها في هذا السياق من باب يعني تورع إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أمر يعني ذكر مثل هذا في هذا السياق، كما ذكر تورع إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر العظيم بيطلب منها الناس، ورأى أنه يعني يسرده إلى غيره وهو موسى عليه السلام، قال اذهبوا إلى موسى، قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، يعني لأن موسى هو كليم الله، قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله،
وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي. تعرفون القصة في سورة القصص؟ قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فانطلق قال ف... ف... قال فانطلق فأتي فآتي تحت العرش، يعني الآن الرسول عليه السلام، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا المصراعين، وجاء في حديث انه كما بين مكة وهجر، يعني الأحساء، أو كما بين مكة وبصرى. قال المصراعان البيضان المغلقان على منفذ واحد، قال أنهما بابان يغلقان على بعضهما، أي يعني المصراع، قال لا يقال مصراع إلا عندما يكون الباب اثنين، قال البابين المضروبين على مدخل واحد. هذا يعني الله أعلم من سعة هذا الباب، لاحظ أنت من بين مكة إلى الأحساء. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.